مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، حنا كنتواجدوا بحديقه المناره ومعنا السي ابراهيم احد التجار بالحديقه اللي كان يعني المحل ديالو تعرض لضرب نار العمد والسرقه الموصوفه، واللي غيحكي لنا باللسان ديالو هذا الشيء اللي طرا. سي ابراهيم مرحبا بك. السلام عليكم. بالنسبه لي المحل ديالي تعرض لضرب النار في 23/2/2018، ضرب النار العمد والسرقه الموصوفه، يعني جاو هذا الشيء وقع بالليل، فهمتيني؟ وهنا تتعرفوا بان المعلمه المناره هي مسيكوريزي ليل ونهار، فهمتيني؟ يعني الطريقه باش انا ما باقي لحد الساعه ما باقي ما فهمت وانا والو في هادشي، يعني جات الشرطه العلميه وجاو البوليس وجاو داك الشيء وداروا الاجراءات، ولكن لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه. والغريب في الامر ماشي هذا هو المشكل اللي كاين، والمشكل الثاني هو انه تزاد ثاني عمليه اخرى، يعني فيها اضرام النار العمد والسرقه الموصوفه لجوج محلات اخرين، ومن بعد جات الشرطه العلميه. يعني جوج محلات من غير المحل ديالك؟ اي من غير المحل ديالي، ولكن تدازت واحد المده ديال واحد العام تقريبا وشي حاجه، عاد تعرضوا لجوج محلات اخرين بنفس العمليه ديال العمليه للسرقه ونفس السرقه الموصوفه لكل المحلات واضرام النار. ومن بعد جات الشرطه العلميه وجاو كل البوليس وداك الشيء وداروا الاجراءات، لحد الساعه ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه. والغريب ثاني في الامر هو انه وقعت ثاني عمليه في الحجر الصحي وفي رمضان، وكنا حنا ما كاينينش والمناره مسدوده، جاو داروا السرقه الموصوفه هنا داخل المناره وتعرضت لقبه المناره لائتلاف الكاميرا ديالها، وجاتنا البوليس ثاني وداروا الاجراءات وداك الشيء، ولكن ما كاين حتى شي حاجه. يعني حولوا اتجاه ديال الكاميرا باش يديروا العمليه ديالهم. يعني حنا جينا لقينا الكاميرا ديال القبه ديال قبه المناره تحيدات، حيدوها حيدوها كاع. ايه محيدوها، وجاو البوليس وداك الشيء، ولكن لحد الساعه الى يومنا هذا ما حتى شي نتيجه، مازال ما عرفنا. نشوفوا معك كيفاش يعني العمليه ديال السرقه. ها هو بالنسبه للمحل ديالي هذا هو اللي حلو، اللي فرقعوه حيدوه وهما يضرموا النار كلها وكلها من هنا ومن هنا حتى هو، انت تشوف المحل ديال كله هو كله محروق، ما خلو فيه حتى شي حاجه. ها هو ما خلاو فيه حتى شي حاجه، كلشي يعني الحديد كله داب، ما خلاو فيه شي حاجه. الغريب في الامر هو انه انا ملي تنشوفه هو الحديد هو تحرق وكلشي تحرق، ولكن الشجر اللي هو بسيط في هذاك سميتو ما توصلوش العافيه. يعني هاد الناس هادو اللي دايرين هذا فاعل وفاعل، هاد العمل اللي دارت ماشي دارت غير هكاك، يعني داروها بواحد العمليه، يعني حارصين هما حرقوا وواقفين هذاك الشيء حتى المسائل تدار المزايل. وانت سي ابراهيم ما شكش يعني في شي واحد؟ يعني انا الشكوك، انا الشكوك ماشي هادشي، الخدمه ديال الناس مسؤولين عند الشرطه القضائيه، الحمد لله عندنا الامن ديالنا وعندنا كل شيء، عندنا الاجهزه الامنيه، حنا ممتازين لانه المناره محروسه ليل ونهار، عندها الحساسه ديالها، عندها المسائل ديالها. ودابا سي ابراهيم باش كطالب؟ انا تنطالب من الناس المسؤولين يتعاطفوا معايا ويتعاونوا معايا. انا بيت انا دروك انا رزق وليداتي مشى ليا دروك، انا ما قدرش نجي ندير شي حاجه في هذا المحل هذا، انه انا ملي مشيت عند الناس ديال القضاء قالوا لي الجريمه ديالك فيها العقوبه ديالك فيها الاعدام، وما قدرش انا ندير شي حاجه، انا ما قدرش ندير شي حاجه. واش الجريمه فيها الاعدام وندير انا شي حاجه؟ وماشي شي حاجه هذه وقع وزياده انا وقعت العالميه الاولى والعالميه الثانيه والعالميه الثالثه، يعني خص هذا الشيء خص يتوضع عليه الحد لهذا الشيء. هادشي اللي تنطلب من الله انا بيت يتعاطفوا معايا الناس المسؤولين الجهات المعنيه، كل اي مسؤول، ونطلب من الله من سيدنا يتعاون معايا. انا نطلب من سيدنا، لان حنا قاعدين في بلاد سيدنا الله ينصره ويطولنا عمره ويحفظه لنا والله يخليه لنا، والله يعمل صدر ربي في هذه السنه ديال 2022 تكون خير ليه والام الاسره العلويه والاسره الشريفه ولجميع المغاربه ولجميع المسؤولين. حنا بينا انا هذا الشيء ما بغيتش انا هذا الشهاد بقى هكا، انا بغيت انا هذا الشهاد ماشي لي صالح انا جي، انا دروك انا ضايع، انا دروك 4 سنين هذه تقريبا وانا ضايع، انا ضايع بيت انا المحل ديالي ان يتعاونوا معايا ويعاود ثاني يتقاد ليا ويتصلح ليا ويتقاد ليا، والله يجازيهم بخير. كنتمنوا هذه الرساله توصل للمسؤولين.